تشتهر الأسواق الدمشقية القديمة بالعبارات الرنانة يلي بتصدح بأرجاء السوق لتجذب الزبائن، مثل هالسوق العتيق يلي تسمى باسم تفضلي يا ست تفضلي يا خانم. لنعرف أكثر ليش تسمى بهالاسم وشو كان اسمه بالأصل، تعالوا معي. كتار الأشخاص اللي بيعرفوا سوق تفضلي يا ست، ولكن نسبة منيحة منهم ما بتعرف شو أصل هالتسمية ولا شو بترجع، وهل فعلاً عبارة شرفينا يا خانم أو تفضلي يا ست هي نوع من الإطراء والجذب اللطيف للسيدات؟ كما أنه استخدام هالعبارة خلى أغلب الزبائن هن سيدات من مختلف الأعمار يلي بيشتروا من المحلات اللي تخصصت ببيع كل ما له علاقة بحاجات النساء. خان الجمرو قديماً كان مشهور بهالاسم، كان قديم هذا الحكي أيام يعني جدي، وكان يجوا التجار والقوافل يقعدوا هون بهالسوق ويجمركوا البضائع اللي معهم بهالسوق ويرتاحوا من سفرهم وكذا، وبعد فترة يحملوا حالهم ويسافروا. بعد فترة اتطورت الأمور، صار بقى مخصص للأقمشة النسائية والمتنوعة للنسوان، صار اسمه سوق الجمرك بعد فترة وجيزة. انشهر بطابع انه تفضلي يا ست، شو لازمك يا خانم، صار اسمه سوق تفضلي او سوق النسوان. اذا ما قلتي لا تفضلي ما بتفوت الزبونه، يعني انه لحالها تفوت ما بتفوت، توقف الزبونه الا تفضلي تفوت، ما الا تفضلي ما بتفوت. بس على الاغلب هلا تقريبا 70% 80% اذا ما قلتي للزبونه اليوم تفضلي ما عم تفوت ابدا يعني. ونحن يعني بتعرفي هون السوق نسوان والقصة هاي، يعني بتحب زبونة تتدلل يعني إنه مين يعزمها مين هذا. طبعا بكل أكابرية من حاكية هالموضوع هذا، ما منزعجها بنوب يعني، تفضلي فاتت أهلا وسهلا، ما فاتت ما منجبرها على شيء يعني، بتحمل حالها بتروح لغير محلها هذا. سوق تفضلي يا ست تأسس بال 1574 على يد السيد درويش باشا، كما أنه أغلب المحال التجارية اللي موجودة بهالسوق عمرها من عمره، وأغلب التجار المتواجدين حالياً ورثوا مهنتهم ومحلاتهم عن الآباء والأجداد، وكانوا جديرين بأنه يحافظوا على هالموروث الحضاري العريق. قديماً نحن بالسوق يعني والدي من سنة الأربعين كان بآخر السوق، بعد منا اجى لهذا المحل بسنة 58، ومن 58 ضل قاعد. انزلت أنا بال 83 تقريباً على السوق، من 83 لهلا قاعدين بنفس المصلحة ونفس السوق. إنك تتجول بأزقة الأسواق الدمشقية القديمة فهالشي بيعني إنك عم تسافر عبر الزمن، كل مرة بسوق جديد مع اسم مختلف وحكاية وأسباب كتيرة كانت الأصل بتسميته كذلك، تماماً كسوق تفضلي يا ست يلي ما زال محافظ على اسم سوق تفضلي من أكثر من 100 سنة لليوم.